اللي يروح طبيب نفسي ومختل عقليا. اللي يروح على طبيب نفسي او معالج او مرشد نفسي هو مجنون خبل. لا يعاير المرء باضطراباته النفسية بل يعانق. مهم جدا دعم المريض النفسي عاطفيا ومعنويا وعلى كل الأصعدة. وأخيرا الشخص الشجاع هو الذي يطلب المساعدة، وأبدا مو هو ذات الشخص اللي يقدر يحل الأمور لوحده. بالمحصلة طلب المساعدة برهان على أنك شجاع وتعرف أنه يوجد أمور صعب السيطرة عليها، بالتالي لازم نوعي ونشجع على الاهتمام بالصحة النفسية. ليش غالبية المجتمع يرفض الذهاب لطبيب نفساني؟ طبعا غلط، هو مرض حاله حال أي باقي الأمراض، وإنه ما عيب الشخص يروح لدكتور نفسي، بالعكس حتى يحل مشاكله وحتى لا تزيد ويصل لمرحلة إنه ما يقدر يعالج. إحنا العراقيين مليانين ضغوط نفسية. طبعاً. المجتمع ماخذ نظرة إنه اللي يروح طبيب نفسي ومختل عقلياً، فيرفضون هذا الشيء. طبعاً هاي الفكرة كلش خاطئة، ويعني ما بيش إذا واحد راح لطبيب نفسي هو مريض بالنهاية. ذات المجتمع العراقي. المجتمع العراقي العربي كله. العربي لا، إذا نتكلم العراقي بالصراعات اللي عاشها على مدار السنين صح، نحتاج طبيب نفسي. أكيد حاليا ما زالت النظرة المجتمعية سائدة أنه اللي يروح على طبيب نفسي أو معالج أو مرشد نفسي هو مجنون مخبل. فهاي النظرة السلبية أدت أنه حتى المريض ما يتشجع أنه يعالج نفسه رغم إدراكه بوجود هذا الخلل أو العلة النفسية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات بخصوص الصحة النفسية داخل مدينة الموصل بالخصوص. يعني عيادات الأطباء النفسيين ما متوفرين بالكمية الكافية، يعني بالإضافة إلى مكاتب الإرشاد النفسي أو المعالجين النفسيين عياداتهم أيضا ما موجودة وما تنطي الوقت الكافي للمريض. يعني حاليا هسه المريض يروح على الطبيب النفسي مجرد أنه يكتب له وصفة طبية دوائية وخلاص روح، ماكو علاج سلوكي. إحنا نحتاج إلى عيادات للعلاج السلوكي، هذا برأيي أهم نقطة لازم تتوفر داخل مدينة الموصل. بينما هذا شيء يعني مخالف للمنطق، لأن كثير من الظروف وكثير من المواقف اللي مر بها الإنسان يحتاج إلى دكتور نفساني. أبسط شيء، إحنا الظروف اللي مرينا لها، هاي الحروب، هاي الأزمات، أحيانا حتى الأزمات العاطفية اللي مر بها الشباب يحتاج إلى دكتور نفساني. حالة من الرفاه تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في مجتمعه. وأزيدكم من الشعر بيت، هاي الحالة جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاهية اللذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه. هسه تقولوا لي محمد أنت بهاي الطريقة اختصرت الحياة، وراح أجاوبكم أنه هذا كان تعريف الصحة النفسية.